ولإلقاء مزيد من الضوء على أسبوع أبو ظبي المالي معنا الزميل حامد رعاب. مساء الخير حامد، هل لك أن تطلعنا على أهم أجندة هذا الحدث الكبير؟ نعم، من العاصمة أبو ظبي نتواجد هنا وفي جزيرة المارية، حيث سوق أبو ظبي العالمي الذي ينظم بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي أسبوع أبو ظبي المالي بمشاركة كبيرة، 35 فعالية، 180 جلسة، حضور يتوقع أن يصل إلى 10,000 مختص من أصحاب الثروات، الصناديق السيادية، المصارف، هناك حضور كبير أيضا المسؤولين الماليين على مستوى العالم، رؤساء تنفيذيين لكبرى البنوك العالمية، مورغان ستانلي، جولدمان ساكس وغيرها الكثير، ومن يديرون ثروات تقدر بأكثر من 45 تريليون دولار، ناهيك عن العديد من المواضيع التي تخص التمويل وكذلك الشؤون المالية وأيضا الخدمات الرقمية في هذا المجال وغيرها الكثير، الفرص والتحديات في هذا المجال. وهنا حيث تعقد هذه القمة خلال هذا اليوم، انطلاقا من اليوم وحتى 30 من هذا الشهر، وحضور كبير كما نلاحظ من المختصين، أصحاب المعالي السعادة، المسؤولين وغيرها الكثير على مدة 3 أيام. وفي اليوم الختامي سيكون قمة للتمويل المستدام والتمويل الأخضر، والذي يتزامن مع انطلاق فعاليات كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة والدور الذي تقوم به في الكثير من القطاعات.